يعني لما بنيجي نقول يمكن انا مثلا عندي عقده من الكوره من وانا في سن صغير، فما ليه عقده ليه بقى؟ ما كانوش بيلعبوني. اوكي. كانوش تلعب خالص. خالص. يعني يجي يقسموا فريقين في الشارع. يقسموا فريقين في الشارع. تبقى جون او ما فيش حاجه خالص. ماشي طب انا ارتضيت بجون. ما لا مش عايزين ياخدوا جون تاني. طب انا الحكم واشتري صفاره واجيب بتاع. لا هو احسن حاجه زمان كنت تشتري الكوره، ان صاحب الكوره لازم يلعب. مش كده؟ جابوا كوره. ما كناش نشتري كوره، كنا نصنع كوره. يعني احنا جبنا كوره شراب وتتعمل بخيط وتتعمل بكله وبتاع وكده، وكانت تقيله قوي يعني. بس كانت تعمل سنس في الكوره كويس يعني. لعيب كوره شراب بيبقى عنده دايما سنس على وش رجله، بيبقى لعيب كوره حريف يعني. يعني عارف كان في لعيبه كتير موجودين معانا في منطقه حدائق القبه. فيعني كان ساعات بقى ما حد منهم يجي مثلا يلعب معانا، هم بيستغلوا الحيطان كلعيبه. يعني يخبط الكوره في الحيطه فتجيله من الناحيه الثانيه. يعني كان الحيطه دي ايه لاعب معاه. لعيب الكوره شراب زي يعني. سكواش. طبعا طبعا سكواش. وانا بجري وراهم بس حازم لعيب سكواش جامد قوي. بيلعب سكواش. لا والله. ما شاء الله صراحه بيلعب كويس والله. انتوا الاثنين بتلعبوا سكواش؟ لا انا مش قوي. لا حازم بيتفرج كويس. انا حاسس ان انتوا نار ونير. لا لا حاسس شويه حبيبي. شويه. لا بس احنا قاعدين مع بعض على طول 10 سنين مستحمله بالعافيه. هنعمل ايه؟ يا سلام يا درش يا سلام. ده شغل عالي قوي. زبادي خلاط فواكه طبقات. بس ما شاء الله بقيت عندك ثقه زياده. بس احنا كان معانا ضيف قبل كده. اوعى انا قاعد مكان حضرتك. لا حطها الاول وبعدين نقول كان اقعد مكان حضرتك. وكمل الحلقه عادي الضيف ده ولا انت ظابط؟ ويوم الحد بيوقع شاي ما شاء الله.